فعليكم أيها المؤمنون أن تعرفوا عظم النعمة التي خصكم الله بها ووفقكم لها، وتتبين ذلك في قلوبكم وتطمئن إليه بنفوسكم، ثم تحسن استغلال هذه النعمة وتجد في استثمارها وتستكثر من خيراتها، وتكون الأفضل عملا والأعظم أجرا والأربح متجرا. وإياكم أن تضيعوها وتفرطوا فيها، واشكروا الله سبحانه وتعالى على أن وفقكم لذلك واختصكم به ويسره لكم. وابتهلوا إليه بقلوب خاشعة ونيات صادقة في أن يتم لكم مناسككم في يسر وعافية، ويتقبل أعمالكم ويغفر ذنوبكم ويستجيب دعاءكم ويصلح نواياكم ويزكي أنفسكم، وأن يثبتكم على دينه ويجعلكم من أهل ولايته ومن الثابتين على طاعته، وأن يفيض عليكم من رحمته ما يصلح به أمر دينكم ودنياكم ومنقلبكم ومثواكم، وأن يدفع عنكم وعن دينكم القويم وإخوانكم المؤمنين شر الأشرار وكيد الفجار، وينصركم على القوم الظالمين ويرد كيدهم إلى نحورهم، فإن ذلك كله بيده وإليه يرجع الأمر كله، وهو أرحم الراحمين وولي المؤمنين.